ماتش الرجاء ماتش صعب، والرجاء ورونا في اخر 25 دقيقه اسف في الماتش الذهاب ان هم فرقه شرسه. كانوا خلي بالك قعدوا 25 دقيقه ماسكينك في تلت ملعب مش عارف تخرج، عندك مشكله مش عارف تخرج. اه ظروف الماتش كانت كده، الريتم بتاع الماتش كده، الريتم بتاع الماتش كان كده، بس فرقه الرجاء فرقه كويسه. وانا مؤمن ان هم هيجوا هنا هيقدموا اداء، هيبداوا المباراه بنفس الريتم اللي نقوا بيه الماتش اللي فات.